يا معلم يا زبايل، يعني مش تقول لي الله ينور على اللي بحكوا لك. قبل ما اكلمك أعزائي مشاهدي الوطن في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم. وأنواع جديدة من الأسماك بنعرضها عليكم من سوق الماكس، أهمها السحلية والدراك والدنيس والمغازل، أنواع كتير جدا موجودة في الماكس. وهيشرح لنا الحاج سعد الحمراوي شيخ صيادين الماكس ازاي بنصطاد الاسماك دي وايه الفرق بينها وايه اللي طعمه احلى من التاني. هو على كلامه بيقول ان الاسماك دي من ألذ الاسماك اللي ممكن تاكلها في حياتك، وخاصة السهلية نوع جامد جدا على حسب كلام الحاج سعد الحمراوي. اتفضل يا حاج. السلام عليكم واهلا بابو مشاهدي الدين جريت الوطن. النهارده باذن الله هنوريكم حبه سمك، يعني بسم الله ما شاء الله السهليه، بس ديت مش اوانها يعني، بس ديت يعني حاجه كده ايه صدفه كده. ابصوا عامله ازاي، دوت نوع من البوري، سابع نوع من البوري اهو. بصوا سمينه هي بتشتهر بالسمونيه بتاعتها، بتشتهر بالسمونيه بتاعتها. ماشي، بتتعامل مقلي بقى ولا ايه؟ مشوي، ابوها مشوي. ماشي ابوها مشوي. تمام ماشي. هنبدا بقى الحاجه الثانيه ديت، نوعين من المغازل، مغازل بلدي اللي هي الصغيره، ومغازل اراكوده اللي هي المنقرشه. احنا الصيادين ولا عليها ايه منقرشه اهم، الاثنين زي بعض والاثنين حلوين قوي في الاكل. يلا غالي ماشي، هنبدا بقى. بصوا شو، بصوا جنيس عامل ازاي؟ صورتي يا عم. بصوا جنيس عامل ازاي؟ شوف بصوا استاذ خالد، بص انا جايب الجنيس عامل ازاي؟ ها؟ ملكات. بصوا التاج اهو. تمام؟ وده صرب. صرب حاجة ايه؟ صلاة النبي. سمك يعني نادر. بصوا عامل ازاي؟ أنا أول مرة نعرف السرب. ما دوت نادر يا أستاذ خالد، نادر قوي 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 يعني. تمام؟ تعالى بقى نوريكم حاجة تانية. كحلة أنا واخد بالك أشرحها لكم قبل كده دوت. خلاص؟ كحلة عشان متكحلة. دي من أنواع الدنيس برضه؟ يعني واخد بالك نفس إيه الفصيلة الدنيسية. اللي هي الشرغوش والكحله ولك والجنيس. والجنيس وده ايه ده الجنيس ده؟ دوت ادراك صلاه النبي. بص عامل ازاي؟ اهو بتاع التصدير ده، من انظف انواع السمك الكبير. ماشي، كابوريا كابوريا نت مبطرخه حديد يا استاذ، حديد كل ما كانت ناشفه كل ما احنا مش قلنا ولما تبقى صفرة تبقى نتي. البوري احنا اتكلمنا عليه ايامها خالص. تمام، لازم كل مره اخد بالك عشان الناس تقع، الناس بتتغير. بوري اخد بالك، بسم الله ما شاء الله. تعالى اوريك حاجه قبل ما تخلص. شو بصوا السردين ده، سوبر جامبو سردين، يعني نموت انت ما شفناهوش. وسمين وسمين خالص. كبر كده ازاي؟ بقى دي منقوط، منقوط سردين منقوط. بسم الله ما شاء الله. شو بص، سوبر سوبر جامبو. تمام، ده مبطرخ برضه حاجة. انا احنا واخد بالك احنا يا استاذ خالد، انت بتشك في قدراتنا ولا ايه؟ لا طبعا. ها؟ لا طبعا. امسك كده. انت بتشك في قدراتنا ولا ايه؟ ان في حاجه اسمها مش مبطرخه ولا ايه؟ انا اطلع لك ابطروق كده لحد ما انت تزهق. انت بتشك ولا ايه؟ لا طبعا. ينفع كده ولا ما ينفعش؟ ينفع. ده بوريك
تمام كده. لا وريني بص بص بتروح عن السلام. لما صلى على النبي حاجه ايه؟ حاجه سوبر، حاجه جميله. الماكس وبس يا استاذ التصوير. طبعا طبعا الماكس، سرير الماكس وبس، البولت بتاعنا دوت. تمام خلاص جندوف لي اهو ماشي. الصبيط بتاع المعلم اسلام خطاب، الصبيط بتاع المعلم اسلام خطاب اجدع معلم. واخد لنا التابوت تعال ايه قلنا مش ماشي اهو. انا ملف لك انا بقى اهو. رجعتهم ليه؟ امسك يا استاذ خالد، اوعى كده. بص يا استاذ خالد، صلاه النبي هي ايه؟ مكسبي. الشعار بتاعي دوت، صلاه النبي هي ايه؟ مكسبي. امسك كده اهو اهو تمام. وباذن الله كل جديد انا حوريه لمشاهدين جريت الوطن. البولت طبعا حي قدامك اهو. تعالى بقى نوريك حاجه ثانيه. يا جنهاري الجامبو تمام. خش على المكرونه او الحارت اسنانها. بص حاجه ايه؟ حاجه مفترسه. بص زي الدنسيور. بص بص اسنانها عامله ازاي. بص دي بتعض في البحر. ده مفترس تمام. مفترسه مفترسه. جابوريا بتاعتنا والنهارده ضد عدل وسمك ياما وخير ياما والحمد لله. الحمد لله ربنا يزيدك. اللهم لك الحمد والشكر. يلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وشكرا لجريت الوطن. أعزائي مشاهدي الوطن في كل مكان، زي ما حضراتكم شايفين أنواع جميلة من الأسماك، أسماك البحر الأبيض المتوسط اللي دايما بتطلع من البحر طازة، ويعني تعرفين طبعا سمك البحر بطبعه كويس لما يكون طازة كمان يبقى الموضوع أحلى وأحلى. مغازل وسهلية ودراك والدنيس والشراغيش وكمان البوري الاصلي زي ما بيقولوا عليه، زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا كل ده بيطلع من البحر الابيض المتوسط اللي احنا واقفين قصاده دلوقتي. زي ما حضراتكم شايفين الاسماك بتطلع من هذه المياه عن طريق الصيادين وتطلع على الرصيف مباشره الى البيع للجمهور. طبعا اسماك الماكس بطبعها بتكون طازه جدا ورخيصه لان طبعا مفيش نقل والكلام ده. السمك بيطلع من البحر مباشره الى الشاطئ والناس بتشتري بشكل مباشر من على من سوق الماكس في اسكندريه. أعزائي مشاهدي الوطن لايف في كل مكان، كان معكم من الإسكندرية خالد غنيم.